ايه وبعدين لوين راحوا يا ترى؟ راح اتصل فيها. اخ حتى الموبايل مسكر. لإمتى رح ضل واقف هون؟ يا الله يا جماعة نرجع قبل ما تعتم الدنيا. لا هلا بدنا نرجع؟ لسه بكير. ايه بكير خلينا قاعدة بكير، مو حابة ارجع على البيت هلا. نرمى ولا ليش مستعجلة؟ وي دونت ريتيرن. هذا هو الإنجليزي اللي تعلمتيه؟ شو صار لك شرايين؟ اليوم مو معقول شو انبسطنا. ايه تذكرت شريون وين حطيتيها؟ شو هي اللي وين حطيتها؟ شو نسيتي؟ لك ايه شو؟ هديك ايه تذكرت خلص. يلا هاتي حدد لي. يعني قفل فيلا من هنيك. فهمت. مو كتير بعيد. يلا يلا كبيري ليك. شو؟ يلا شوفوا شو هاد؟ هلا بتعرف عملك. اسمع كل عائلتنا قدرت تطلع بهالرحلة الحلوة والفضل إلكن انتو اتنين، ولأنه نحنا انبسطنا بهاليوم كتير والفضل لإلكن شري وجنفي، فنحنا كتير حابين إنو نعبر لكم عن شكرنا بطريقتنا الخاصة ومنقدم لكم باسمي وباسم الكل. مبروك جنفي. شكراً. مبروك. تفضل. شكراً. ألف مبروك. لحظة اسمعوني شوي، الفضل بكل شي بيرجع لزوجتي وروحي جنفي، منشان هيك أنا كمان بدوري رح أهديها هي. حلو. جنفي رجاءً تقبليها مني، تفضلي، أنتِ أحق. شوفي ابنك حبيب قلبي. شكراً. صحيح، شو رأيكم نلعب من غير كلام؟ لا يا إيه؟ جماعة تأخر الوقت كتير، خلونا نرجع. لا خلينا نلعب، شو بكي؟ شبك ليش هيك مستعجلة؟ قليلة كفيري الطريق مو كتير منيح، بدنا نقطع النهر ورح تعتم الدنيا، ليش لنخاطر؟ مصبوط. اسمعوا أمي أنا عندي سفرة مهمة بكرة الصبح، لهيك لازم أروح وجهز حالي. إذا أنتم مبسوطين خليكم، مو مشكلة. شريك عن جد عم بحكي. لا أنا ما رح ضل هون، خدني معك بيكون أحسن. على شو مختلفين؟ انسوا كل شيء هلا ودوقوا فطاير بصل مقليه من تحت ايدي. الله يا عيني. شو رايك؟ الله بجنن متل يسلموا. الله دوقي جنن. تفضلي امي. عطيه لحماه. شكرا امي. ليش ما بيطلع بايدي اعمل فطاير انا كمان؟ لازم تعلميني احسن ما يضل يتمقلس علي. كبيري ما بيطلع بايدك لانه ما في عقل. والله جد؟ امي قولي له يسكت. بصراحه هو اذكى منك. امي عن جد بمجرد ما يشوف وصفه لشي طبخه بيتذكرها وبيسويها تماما مثل ما هي، بيتعلم اي شي على السريع. سمعتي؟ بتعرفي عمتي؟ جوز عمتي هلا صار عم يشتغل معنا بالشركه وشغله ممتاز، ما بتحسي عم يشتغل هالشغل لاول مره. وكل الموظفين عم يقولوا انه كان مدير شي شركه قبل ما يجي. ليكني هي انا بكره مسافر وهو رح يدير الشركه بغيابي، عن جد؟ سمعتي؟ ايه حاجه تكبروا له براسه بقى، كاني انا ما بعرف اعمل ولا شيء منيح. عمتي؟ لا تزعلي كبيري، اذا ما حدا بيمدح هيك انا شو عم بعمل هون؟ انت اكثر وحده هون بتعرفي تاكلي. اسرع منك بالاكل. لا تحلوها ابدا. عادي كبيري اذا خلصتيهم مو مشكله، برجع بسوي لك غيرهم. ليك لا تفضلي عمتي. سارو اعطيني واحدة. حاضر خالد. لا من هديك. تفضلي من هديك. يلا شريون. جنفي تفضلي خالي. يسلموا. شوفي كيف عم تركض. لا لا
والله ما قدرت عليه. أيوة شوفوا لك وصلوا. شوفوا كثيري ما اسرع. شو ما تعبت؟ ما تعبت هل عنه ولا طلقته؟ مو معقول. لك ليكي وين ما تعبوا هنيرة. شري شوفي. يلا شو لازم تقولي لي؟ يا الله منك شري. شوفي ما رح اترك لك ايدك لحتى تقولي لي اياها. شري قولي. شري الله يخليك كرمالي قولي. ليش عم تعمل هيك؟ يلا قولي. أنا بحبك. ها؟ شو؟ أنا بحبك شري. ما سمعت، علي صوتك. شري أنا بحبك. يا سلام يا سلام. روحوا لعندك حقوة. تعالوا قولي. الناس على النبع طلعت إذا محفوظ سرنا سبع. قصدي أنا يا عيني كنا ما رح نسمعك. روحوا لعندها. والله طلعت مانا كريم. والله غريبة، أرجي متصل فيني 7 مرات. ليش يا ترى؟ شو بده؟ موبايله خارج التغطية.